مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك كتير كتير سهل وبسيط وبيتحضر بوقت كتير صغير معنا. مثل ما شايفين شكله بيحكي عن الطعمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط الحليب، حطينا 4 أكواب من الحليب، بحط سكر ملعقة، 2 ملعقتين طعم سكر، جوز الهند ملعقة، 2 كمان ملعقتين طعم جوز الهند، نشا ملعقة، 2 3 4 معالق طعم نشا، ملعقة صغيرة فانيلا، كمان ظرف كريمة. الكريمة عطول بقلكم بتعطي نكهة كتير طيبة بالحلويات. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلأ بدي اضيف عليه ظرف قهوة سريعة الذوبان، ظرف نسكافيه بنكهة الكراميل. بيعطي نكهة كتير كتير طيبة. هلأ منفضي الخليط بالقالب، حط نقطة زيت خفيفة لإدهن عشان بس شيل القالب. شايفين حطينا حوالي 1/2 ملعقة صغيرة زيت نباتي، بدهن القالب عشان بس شيل الحلو ما تلزق عنا وينتزع شكله. نحط الحلو اللي عملناها. بسم الله. بمدوا لنفس المستوى. بنحط بسكوت بنكهة جوز الهند. بنحط شقف. بغرق البسكوتات بالخليط بهيدا الشكل. بنحط القالب على جنب ليبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطه بالبراد اقل شي ساعتين. هيدا الحلو بعد ما حطيته بالبراد ساعتين. هلا بدنا نشيله من القالب. بشيله من القالب على رواق. هلا بحط شوكولا على الوجه بهذا الشكل. اي شوكولا متوفر عندكم بتحطوها على وجه الكيك، بيعطي شكل كتير رائع. شايفين هالشكل؟ واو. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم، طريقة كتير سهلة وبسيطة وكتير كتير طيبة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي
وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.